السلام عليكم. الفيديو ديالنا اليوم هي طاجين ديال البطاطا القصبية. الأسرار كيفاش تجيكم طرية وطيبة في ساعتها. الشفرة ما نساليناش. لا تبارك الله عليك، البطاطا القصبية وكتصرعيها. لا وكتجي واعرة بنينة. يلا تابعوا معنا الفيديو من الأول حتى الأخر باش تشوفوا التفاصيل كيفاش نحضروا هاد الوجبة والأسرار ديالها. السلام عليكم. اليوم غدايا هو البطاطا القصبية. هانتوما أي خضرة وجدت في واحد الوقت معين وإلا عندها فوائد ديالها، والفوائد متعددة وخصوصا في الموسم ديالها. البطاطا القصبية بزاف الناس كاين اللي ما كياكلهاش. ملي كطيبها بالطريقة الصحيحة ديالها كتكون واحد البنة رائعة، وعاد الفوائد ديالها المتعددة زعما لا تحصى. الواحد يبحث في بحثوا عليها في مواقع التواصل على الفوائد ديال هاد البطاطا القصبية، وما تبقاوش تستغناو عليها خصوصا في الموسم ديالها. طاجين هاد البطاطا القصبية كنديروها مع الدجاج، كنديروها مع الغنمي، وكنديروها مع البقري كذلك. غير المهم الطريقة ديال الطياب ديالها. هي ما كتبغيش ملي نديروها في شي طنجرة ما كتبغيش نعريو عليها قبل ما تبدا طيب، لان اللي كنقولوا حنا كتزكز يعني كتقصح وما كتبغيش طيب. انا كنفضل نطيبها في طنجره الضغط عاد نديرها نقدمها في الطاجين. غادي اليوم انا غادي نديرها باللحم ديال البقري اللي موجود عندي. كيف قلت لكم تقدروا ديروها باي لحم موجود عندكم، البقري الغنمي او الدجاج. الطريقه ديالها سهله. عندي انا هنا بصله متوسطه اللي شلطتها، ثلاثه د الطريشات ديال الثومه، القزبور والمعدنوس، الكميات التوابل على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. الملحه ما ديروهاش كثيره، الملحه الكافيه، الخرقوم البلدي، البزار، سكنجبير، زيت البلدية أو زيت المائدة أو زيت المائدة أو بجوجهم مخلطين شوية شوية. شعلت الطنجرة تشحر والول الحلمة تشحروا ويتنسموا بالتوابل ديالها. نغطيها ونخليها تشحر واحد ثلاثة دقائق. هالحلمات ديالي تشحروا، نمرقهم. عندي هنا إترو ديال الماء البركة. غادي نسد على طنجرة الضغط، نخلي الحمى كيبداو يطيبو الوقت اللي غادي نبدا نقي انا في البطاطا القصبية. ما بغيتش ندير الماء كثير هنايا في الطنجرة باش ما نوحلش الا بغيتها تشحر. صافي نسد على طنجرة الضغط ونبدا في البطاطا كنقيها. دابا غادي نبدا نقي البطاطا القصبية. كاين اللي كتجي صعيبة، هي اولا بعدا ملي كنشريوها كتكون عامره بالتراب. اول حاجه كنغسلها بالشيطة كامله، كنغسلها كنحيد منها التراب حيت باش ما توسخش ليا البطاطا. الا خليتها التراب غادي تولي الداخل ديال البطاطا غادي يشرب ليا التراب. راه مغسوله، نقيوها غير بالموس بشويه، كتبغي شويه ديال الخطر. تستاهل هاد البطاطا، تستاهل اننا نعطيوها الخطر ونجلس ونقيوها. هي راه دغيا كتب اللي ما كتبغيش انها نعريو عليها او نحيدو الغلاقه قبل ما تبدا، بعدا على الاقل تب نص طيبه. هي من الخضر اللي كيتزكزو دغيا، هذه هي الكلمه اللي تعلمنا انهم يعني كيقصحوا، كتلقيها قصحه وفيها حتى هي الانواع. كاين النوع اللي ما كيطيبش دغيا، ولكن انا شنو كندير، كيف كنشري البطاطا كنحاول نطيب هذيك الساعه ما حدها طريه. هي ما حدها كتبقى محطوطه عندك وهي ما كتكون بقاش بنينه
وما كطيبش لينا دغيا. كيف تشريوها على الاقل واحد يومين صافي، طيبوا البطاطا ديالكم ما تخليوهاش تعطل وهي محطوطه. انا غادي نكمل تنقية البطاطا، هانتوما ملي غسلتها شو كي بقات بيضه، شو كي كيكون اللون ديالها. والله الا كتشهيو هي غير هكا في هذا اللون، كتعجبني انا بزاف وغادي تعجبكم حتى نتوما. هانتوما تصوبوها على ضمانتي، ديروها بهذه الطريقه اللي غادي نطيبها انا، كتجي بنينه كتعجب انا وليداتي، واخا ما كيبغوش الخضره بزاف ولكن البطاطا القطبيه كياكلوها. يلا انا نكمل التنقيه ديال البطاطا ونرجع لكم. البطاطا ديالي هي كملتها في التنقيه، هذه اللي كبيره كنقسمها غير على جوج، ما كنبغيش ندير لها نديرها قطع صغار حيت هي ملي كطيب كتحل، ما بغيتهاش تذوب ليا. نحيد منها هذا النقيطات او بعد حتى كنقيوها ونديروها في الماء عاد كيبانو فيها شي بليصات. صافي اللحم طابت نص طيبه، دابا غادي نزيد ليها هاد البطاطا. شوفوا اللحيمات نرمي البطاطا بسم الله. كنحاول نرجع اللحم من فوق منها باش ملي يطيب ليا نبغي نهز اللحم ونقدمها في الطبسيل او في الطاجين، ما نبقاش نخربق البطاطا او نعجنها. غادي نزيد ليها شويه الماء يكون سخون غير القياس. صافي مازال غادي نزيد اضافات لهاد البطاطا ولكن حتى طيب ليا وما نعريش عليها، نخليها مسدوده. نقدر نسد طنجره الضغط واحد 10 دقائق ونحل عليها. هلا نرجع لكم من بعد 10 دقائق. انتم البطاطا طابت ارتبت، نجبد شي وحيده شتو كي تحلات. انا ما كنبغيش نحركها بزاف باش ما تعجنش ليا. الاضافه اللي كنزيد الحامض، البطاطا القصبيه كتبغي الحامض، هذا الحامض العادي ماشي المصيه. هذه النص قطعتو على اربعه وعاد غادي نعصر، كتبغي تبغي عصير ديال الحامض، كتجي بنينه محمضه. غادي نخلوها غير توكح شويه وتلبي او تشحر. صافي والطاجين ديال البطاطا القصبيه ديالي ها هو واجد. نخلي على نار هادئه ونطفي عليه من بعد 5 ديال الدقائق. شاف يلا بسم الله. ها الطاجين ديال البطاطا القصبيه اللي افتح يا سمسم شوف هنايا بسم الله. هاد الطاجين طيبه السر هو خصك طيبه وهي جديده جديده ما تبقاش عندنا في الدار. الله الا بحال الزبده. شوفها البطاطا محلوله هنا محلوله. الله اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصل جديد، حطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم، ضروري تحضروها. عرفتي البطاطا القصبيه المنافع اللي فيها لا تعد ولا تحصى. انا سبحان الله ديما عز عليا البطاطا القصبيه. يلا بالصحه والراحه. والله الا بحال الزبده شوفها.